أول خطوة اللي عملناها من كل اتحادية بداية من كرة القدم حتى الألعاب القوى ولا حتى كل اتحاديات هما يقدروا يشاهدوا. احنا ندعم الاتحاديات والمبتغى تاعنا أن تكون عندنا اتحاديات قوية. عندنا اتحادية قوية تكون عندنا رياضة قوية اختصاص قوي. هذا الشيء اللي راح يسمح للاعبين يعني باش يكونوا في مستوى المطلوب، بما أنه مهم جدا أنه نرجع يعني قيمة الاتحادية وهيبة الاتحادية وما نقدروش يعني ندخلوا في شؤون الاتحادية.